يلا نعمل البصارة. البصارة المصري هي من الوجبات الرائعة. عبارة عن ايه بقى؟ ده فول مدشوش. يعني ايه مدشوش؟ يعني الفولة نفسها مفتوحة نصين ومتشال منها القشر بتاعها، نقعت مدة ما تقلش عن 12 ساعة. المية بتاعة النقع مش معانا، يعني ما تاخدوهاش بمية النقع وتقوموا حاطينها في الايه؟ في الحلة. بعد كده بقى معانا ايه بقى؟ بقية المقادير بقى اقول لك. بقدونس مفروم، شبت مفروم، كزبرة مفرومة، كلهم خضر طبعا، وبصل مفروم، ثوم، ملح، كمون. بعد كده عندي للبصل الوردة اللي هو ده اللي هو البصل الكشري اهو، انا بحب احطه جوه البصلة وبحطه بره اهو. محتاجين له ايه؟ محتاجين له زيت سخن، غزير، ومحتاجين له رشة دقيق او من غير. المهم ان يكون البصل متقطع رفيع جدا جدا جدا. للتقلية عندي ثوم وكزبرة ناشفة مطحونة، زيت وكمون، وللتقديم عندي عيش. نقول بسم الله ونمشي خطوة خطوة. رفعنا الزيت على النار ورفعنا الحلة على النار. الفول المدشوش اللي اتنقع 12 ساعة يا ولاد، مية. هقفل عليه واسيبه لحد ما يغلي غلوتين تلاتة أربعة، يخش في التسوية. ايه ده يا أميرة، مش هتحطي له الثوم والخضرة دلوقتي؟ لا، مش هحط له الثوم والخضرة دلوقتي، لأن لو حطيت الثوم والخضرة من الأول قوي كده طعمهم هيروح، فايدتهم هتروح، ولونهم هيسود، فأنا مش عايزة أكيد النتيجة دي. فهسيبه الأول يغلي شوية وبعدين أقوم حاطة الشبت والكزبرة والبقدونس والبصل مع الثوم بعد ما يخش الفول في التسوية. طب ايه اللي هينزل دلوقتي؟ الكمون، الكمون فقط لا غير. احط البصل هنا، احط عليه رشة الملح ورشة الدقيق، رشة يا جماعة، رشة بس، بس مصفى، وهصفي اي دقيق زيادة على البصل، حاجة بسيطة جدا جدا. وكمان هو نفسه رفيع قوي قوي، وممكن تستغنوا عن الخطوة دي. وفي ناس بتحط له نشا وفي ناس بتحط له نشا مع الدقيق، كله صح وكله حلو. وهنسيبه يتقلي في زيت غزير سخن. أول ما الفول يخش في التسوية هقوم منزلة عليه الثوم، البصل، الكزبرة، البقدونس، الشبت. هيطلع شكله ازاي؟ هيطلع شكله كده يا جماعه اهو. هعمل ايه بقى انا في الفاصل لحد ما انتوا تطلعوا فاصل وترجعوا؟ هضرب ده في الخلاط وارجعه تاني في الحله فقط لا غير. انا عملت ايه في الفاصل؟ ما عملتش حاجه خالص غير اني ضربتها كويس جدا. حطيت طاسه على النار، هحط فيها معلقه زيت واحده، هنزل عليها تقليه البصاره اللي هي ملح، فلفل اسود، كمون، ثوم، كزبره ناشفه. انا بحب احط جوه البصاره معلقه من البصل الورده المحمر واديله ضرب، ده ذوق شخصي طبعا. بعدين اقوم جايبه التقليه، ما بتتحمرش كتير والثوم ما بيغمقش، خلوا بالكم، وما بنستخدمش فيها سمنه، وهوب على البصاره وشكرا. ضربه كمان، انا عشان كده سايبه الهاند بلندر، ضربه كمان